في وقت الأزمة اوعى تسمع للإشاعات، اوعى تسمع أو تقرأ وتمشي ورا بوست على الفيسبوك أو حد يقول لك حاجة. في اللحظة دي كل واحد هيقول اللي بمزاجه، ما تعرفش مين هيقول لك إيه. خلينا نمشي ورا مواقع حاجة يعني موثقة زي منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية لينكاتها معروفة، يعني أنت لو كتبت على الإنترنت منظمة الصحة العالمية هيطلع لك الموقع بتاعها، ممكن تدخل عليها وتشوف تطور المرض أخباره إيه، النصايح بتقول إيه، الفيديوهات اللي هي التعليمية اللي تعلمك تتصرف إزاي مع فيروس كورونا ده مهم قوي إنك أنت كمان تشوفه. ولا تخجل من إنك أنت تسأل حد موثوق فيه، دكتور، تتصل بالخط الساخن لمجلس الوزراء اللي عمله علشان الاستفسار عن مرض كورونا. أرجوكم ثم أرجوكم كلكم مسؤولين، النهاردة كلنا مسؤولين عن إننا نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا ونحمي كمان بلدنا من انتشار هذا المرض. خلي بالك فيروس كورونا مش بس فيروس مرضي، ده فيروس اقتصادي. العالم ابتدى النهاردة يتكلم عن أثاره الاقتصادية، خلي بالك، لأن في شركة مثلا خسائر الطيران على سبيل المثال بيتكلموا فيها على خسائر تتراوح من 64 مليار دولار في 2020. العالم النهاردة أو منظمة الأمم المتحدة الأنكتاد قالت في تقريرها الأسبوع اللي فات إن الخسائر لحد دلوقتي من اللي حصل في الصين بس تراجع النمو بنسبة 2% وما يقارب أو ما يوازي 50 مليار دولار لحد دلوقتي خسائر. معنى كده إيه؟ استهدى بالله، ما نسمعش أي إشاعة علشان نقدر نكمل ونشتغل وما يحصلش أي حاجة تضرنا جميعاً.